أعزائي المشاهدين، أنا أعتبر هذا اليوم يوم تاريخي بالنسبة لي، يوم مو طبيعي نهائيا، لأنه بعد فراق دام 30 إلى 32 سنة بعد ما تخرجت من معهد الفنون الجميلة، المعهد اللي أنا أعتبره بيتي الأول وليس بيتي الثاني، وجميع أعضاء معهد الفنون الجميلة من أساتذة ومدرسين وطلاب هم عائلتي. أساتذة معهد الفنون الجميلة كان لهم الفضل الكبير في نشر روح الود والحب والتعاون بين الطلاب، لأنهم يمتلكون ثقافة جدا عالية، ولأنه ثقافتهم خاصة وثقافتهم متميزة، لأنهم فنانين وأكثرهم درسوا الفن خارج العراق، وحتى اللي درس الفن داخل العراق هم تتلمذوا على يد فنانين الكبار العظام، ولذلك نقلوا لنا هاي الروحية الحلوة، روحية الحب وروحية التعاون ما بين الطلاب وما بين الأساتذة. وأنا شخصيا أعتبر أجمل فترة بحياتي مرت بي هي فترة الدراسة في معهد الفنون الجميلة. واليوم أنا شفت أبي، يعني واحد من آبائي شفته، اللي هو الأستاذ أمين عباس اللي كان رئيس قسمي، واللي أعاد لي ذكريات جميلة جدا أنا عشتها وياه وعشتها بالقسم، قسم الفنون التشكيلية، ومثل ما قلت لكم كانت أجمل أيام عمري. أنا من شفته يعني قبلته واحتضنته، وكان بدي يعني العناق والاحتضان يطول فترة كلش طويلة، لأن مثل ما كنت مضيع فتشي ولقيته أخيرا بعد 30 سنة. فأترك المايك للأستاذ أمين عباس تحدث لي عن فترة وجوده في معهد الفنون الجميلة، وشنو الدور اللي قام به بالمعهد، ومن هي أهم الشخصيات اللي كانت موجودة بالمعهد بأيام الثمانينات. يعني أنت مقدمتك هاي رائعة جدا، اختزلت كل ما في ذاكرتي يعني من حديث. الحقيقة الأيام الأولى اللي دخلت بها المعهد وهي بداية السبعينيات كان الأستاذ حميد المحل رئيس قسم، وهو من الفنانين الكبار. بعدين اجا سعد الطائي، وهو من الفنانين الرائعين أيضا. بعد أن انتقل سعد الطائي إلى الأكاديمية، إلى كلية الفنون الجميلة، فاستلمت رئاسة القسم. استلمت رئاسة القسم في نهاية أو في بداية الثمانينات، بالتسعة وسبعين ثمانين. فعندما استلمت القسم حقيقة كانت مهمة صعبة جدا، لأنه علي أن يعني أتواصل مع المشوار اللي إجا بي حق الشبلي وإجا بي حميد المحل وسعد الطائي وغيرهم من الكبار. الحمد لله والشكر أنه أسسنا القسم، قسم الفنون التشكيلية، تأسيس رائع جدا بهمم الأساتذة المختصين. والأساتذة المختصين آنذاك كلهم خريجين من الخارج، يعني رافع الناصري كان متخرج من الصين، الله يرحمه، وطارق إبراهيم تخرج من إيطاليا، سعد الطائي كان من إيطاليا، الفنان سهيل الهنداوي، الفنان سهيل الهنداوي خريج بغداد، ولكن من الفنانين الرائعين جدا، وهو نحات متميز وله منجزات رائعة جدا. هذه كلها ميران السعدي خريج إيطاليا، صادق ربيع خريج إيطاليا، يعني هذه أساتذة فطاحل أنطوا نتاج رائع جدا. هذه كلها انعكست وين؟ على الطالب نفسه، كون الأستاذ ينطي معلوماته للطالب. فطلبة خريجي معهد الفنون الجميلة آنذاك الآن هم من الفنانين الرائعين
ومالئين الكرة الأرضية كلها. صح. تلاحظ شلون؟ سواء داخل العراق أو خارج العراق. فهم من الفنانين الجيدين بعطائهم الأكاديمي. عطائهم الأكاديمي فنيا وعلميا. النتاجات اللي كانت آنذاك بالنسبة للإدارة، أسسنا في حينها استديوهات نموذجية للخزف، وأسسنا أيضا استديوهات نموذجية للتصميم والجرافيك اللي كان يرأسها المرحوم رافع الناصري. صح. هذه شجعت الطلبة أنه ينتجون إنتاج رائع. فهذه التجربة حقيقة قومت معهد الفنون الجميلة بشكل طلبة المعهد راحوا إلى كلية الفنون الجميلة باعتبارهم متميزين بعملهم الأكاديمي والفني، فراحوا هناك طوروا نتاجاتهم، طوروا معلوماتهم، واكتسبوا أيضا الشهادات، يعني كمل ماجستير الطالب، كمل دكتوراه، وهكذا دولاب العملية التربوية والفنية أصبحت رائعة جدا بجهود الإدارة، بجهود الأستاذ، وحرص الأستاذ على الطالب، وحرص الطالب على أن ينتج، حرص الطالب على أنه يكون نموذج، يعني نموذج لأستاذه اللي قيمه واللي يقاس. يعني أنا أتذكر المرحوم محمد علي شاكر كان يدرس لون وتخطيط من الروائع. إبراهيم العبدلي كان من الأساتذة الرائعين جدا، يعني حقيقة أنا خلي أذكرك بهم، مهين الصراف، راشح القدسي، راشح يعني أذكرني بالأسماء، لأنه أسماء ست، وأسماء حسن، وأسماء كانت بالمعهد أيضا وانتقلت إلى الكلية ومن الكلية. أسعد الجبوري كان أنا ذاك سكرتير لرئاسة القسم، وكان يدرس الطباع سكرين. صح. السكرين صحيح. وهو يعني فنان ممتاز جدا بطباعة السكرين، وحقيقة أفاد طلبة يعني رائعين جدا، وتعلموا جوائد شيء يعني مذهل، يملؤون شارع المتنبي هسه حاليا طلابة، والمبدعين هم المتميزين، مذهل يعني. كان أستاذ رائع جدا حقيقة، يعني أساتذة الثمانينات، يعني ما أريد يعني يعني أخاف الآخرين يزعلون علي، ولكن أساتذة الثمانينات أنطوا نتاج رائع جدا، وأنطوا سووا كفاءات، يعني أنتجوا كفاءات رائعة من الطلبة، سواء على مستوى الرسم، على مستوى الجداريات، على مستوى التصميم، على مستوى الجرافيك. صح. على مستوى السيراميك. على ذكر السيراميك، المرحومة سهام السعودي، المرحومة سهام السعودي كانت نموذج رائع أيضا من الخزف. يعني هواية. أضف إلى هذا الأقسام الأخرى، هاي القسم التشكيلية، أنت تروح إلى قسم السينما تشوف الروائع، إلى قسم المسرح تشوف الروائع، قسم الموسيقى أنتج، ما يزالون هسه نتاج الطلبة الآن هم فنانين رائعين على مستوى العالم يعني. فهذا اللي أنا أفتخر به حقيقة، ودائما أسوي زيارات ميدانية للمعهد، وأشوف زملائي اللي المتبقين واللي سافر واللي باقي، واللي يعني أرتاح من أشوف أكو يعني بذرة بدأت تنمو جديد. يعني بعض الأساتذة موجودين مثل وليد نصر الله موجود،
وقسم من طلابنا أصبحوا الآن هم أساتذة في في المعهد وماخذين نفس الستايل اللي من أساتذتهم. هذا اللي أقدر يعني أوصله إليك. أنت واحد من الطلبة، آني هالصراحة أسألك، آني هالصراحة أسألك يعني شنو اللي يعني تعلمته من المعهد من أساتذتك؟ الله، بالحقيقة اللي تعلمته أشياء كلش هواية، بس أول شيء اللي تعلمته من أساتذتي شلون أغير طريقة تفكيري وطريقة نظرتي للأشياء. يعني أنا من الإنسان العادي يشوف هذا الدفتر دفتر، لكن الفنان ما يشوفه دفتر مجرد دفتر عادي، لا، يشوف بي أشياء كثيرة الإنسان الآخر العادي ما يقدر يشوفها. هاي وحدة. اثنين، تعلمت شلون أحب، وشلون أحب بطريقة لا يمكن لأحد آخر غير خريج معهد فنون جميلة يعرفها. لأن أول شيء بدينا نحب العمل مالتنا، بدينا نحب المادة اللي نعمل بيها. يعني أنا خريج فرع الناحية حبيت الطين، حبيت البورك، بعدين انتقل حبي إلى أساتذتي، وانتقل الحب هذا إلى جميع الزملاء سواء كان من الذكورة أو من الإناث، وهذا الحب ظل مستمر يعني مثل الشعلة المتوقدة في قلبي، ظلت متوقدة إلى الآن لم تنطفئ نهائيا. مرينا بظروف صعب بعد تخرجنا من حروب وحصار جائر وحصار قاسي جدا، أنسى الإنسان حتى هويته، اضطر أكثرنا أن يعمل أعمال بعيدة عن الفن تماما، لكن ظلت أكو قطعة من القلب معلقة بالسنين الخمسة اللي خلصناها في معفن جميلة. ظلت هاي القطعة لم يشغلها أحد، مستحيل أحد قدر يشغلها، مستحيل أحد قدر يعوض عنها. طبعا حب الفن بالدرجة، حب زملائنا وساتذتنا أيضا درجة ثانية. ولذلك بمجرد ما صارت عندنا فرصة، شكرا جزيلا، بمجرد ما صارت عندنا فرصة أنه نلتقي مرة ثانية عن طريق الفيسبوك، عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، شوف اجتماعنا بسرعة، انتمينا بسرعة. وهنا أنا أريد أوجه لك السؤال أستاذ. إحنا عندنا ملتقى اسمه ملتقى خريجي معهد الفنون الجميلة، أول شيء أسسناه على الفيسبوك، بعدين انتقل إلى الواقع، صارت عندنا لقاءات أكثر من مرة، مرة بشارع المتنبي، ومرة بآثار بابل، ومرة بسدة الهندية، وأيضا التقينا على هامش معرض الفنانة بروين، أنت حضرتك يمكن كنت حاضر موجود بيها، بس أنا جيت بعدك، أنت جيت طلعت وأنا جيت وراك. والتمسنا فعلا كمية الحب الكبير اللي واحدنا يكن للآخر، حتى وإن كانت أنا مثلا طلاب ما أعرفهم وما يعرفوني، بس مجرد أنه ينتمي معهد فنون جميلة أنا حبيته، انتهت بعد. فأنت شنو رأيك بهالملتقى هذا؟ هذا الملتقى الملتقى اللي صار أنا الحقيقة شفته بالافتتاح مع البروين بقاعة ألق. قاعة ألق صحيح. الطلبة أو ليش نقول الطلبة، الأعضاء أعضاء الملتقى هم كلهم من طلبتنا، أكثرهم يعني حقيقة أكثرهم من طلبتنا، وهذا فد عامل رائع جدا للتجمع. يعني أنا أشجع تأسيس التجمعات. هذه التجمع إيش راح يسوي؟ راح يسوي إلفت معلومات متبادلة بين فلان وفلان، بين طالب وطالب، بين فنان وفنان، لأن الفنان وحده ممكن يستفيد من من تجارب الآخر، يعني حتى ما يكون دكتاتوري مثل ما يقولون، مستبد برأيه أو مستبد بمعلوماته، مستبد بنتائجه، مستبد بإمكاناته يعني. فهذا الملتقى أنا شفت الحقيقة وباركت بي، وأنا افتتحت المعرض مع البروين، عجبتني أعمالها بشكل رائع جدا، و حاولت أنطيها بعض المعلومات اللي قد تكون هي مطبات فنية، مطبات أكاديمية على بعض اللوحات، ولكن هذه رائعة جدا كانت. يعني حوالي 20 أو 30 عمل فني عرضت، تقنية رائعة كانت، ألوان رائعة جدا كانت،
وهي كانت مش يعني عندها شوق كبير انه تسوي المعرض ببغداد وهي جايه من هولندا. من هولندا صحيح. ف زملائها اللي موجودين كلهم كانوا يحيوها ليش، وهي هذه هذا المعرض اللي صار بألق حقيقة سوى حركة ديناميكية عند الزملاء الآخرين، بحيث الكل أصبح يريد يسوي ملتقى، وأنا أعتقد الملتقى هذا راح يكون كبير جدا، وصارت بمفاجآت رائعة سمعت بها أنه راحوا للسدة وراحوا البابل وسووا يعني هذا شنو هذه الألفة الألفة المتواصلة منهم طلبة في معهد الفنون الجميلة، وبعدين أصبحوا فنانين كبار، وبعدين صاروا موظفين ومعلمين مدرسين، وصار هذا التجمع. هذا التجمع فشيء رائع جدا، وأنا أتمنى أنه يكون التجمع ثاني وثالث ورابع إلى آخره. زين، بالمناسبة طبعا إحنا لما التقينا ببابل صارت عائلية، يعني كل من جاب ابنه وجاب بنته وجاب زوجته، فصارت يعني انتقل الحب، انتقل الحب من 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 عندنا إلى أبنائنا. وهذه هاي فد دعوة لك يعني حضرتك، إحنا ناويين إن شاء الله بعد العيد نسوي سفرة إلى الشمال. زين، فيعني إذا تشرفنا يعني تكون أشكرك على هاي الدعوة، بس أنا عندي لا مو أنا عندي معرض بكرواتيا فلازم أروح، إلا تنتظروني من كرواتيا أجي. الله، إذا أعتبر هذا وعد من عندك أنه أي مناسبة تصير أو أي سفرة تصير أو لقاء حضرتك تكون واحد من الحاضرين وتشرفنا وتطي للقاءنا بعد بهاء وألق أكثر وأكثر بعد إن شاء الله. تسلم لي حبيبي، أشكرك، كان شاكر وممتن جدا لهذا اللقاء الرائع، وأتمنى تفتح بوابة جديدة على الآخرين من الأساتذة حتى ينطون أفكار جديدة، أفكار ربما أني ما عالق بذهني. صحيح، والله أستاذ أني يسعدني جدا، وحس يشوفون إن شاء الله. ومن هالمكان إحنا ما دام جبنا طاري بروين، سعيد جدا اليوم أنه أحد طلابنا الرائعين يسوي لقاء ويا شايب. بالعكس، بالمناسبة كل شاء الله خفت أقول لك عليها، لازم ندق على الخشب، يعني ما شاء الله نفس الأستاذ أمين اللي كان بالثمانينات هو نفسه، ما تغير شيء. يعني من هالمكان نريد ما دام جبنا طاري بروين، هسا بروين أكيد راح أشوف هذا الفيديو، نحب نسلم عليها ونقولها يا بروين أنت ما عرضتش وجيتش للعراق، كانت سبب كلش مهم لالتقانا وجمعتنا خريجين معهد فنون الجميلة. والأستاذ أمين عباس أيضا إلى كلمة بحقك. الله يخليك. لا يا بروين، يعني من إجتي هي قالت أريد، قالت للأستاذ أريد لازم أنت تحضر للمعرض، قلت لها راح أجي أحضر وأنا بإيدي أفتتح المعرض، وفعلا كانت فرحانة وسووا وياها لقاء وأكدت على هذه، وأنا أشكرها شكر جزيل، ودا أتابع بالفيس أعمالها ومتطورة وأنطيها حتى ملاحظات بالفيس على بعض الأعمال، وأنا أتوقع العمل الثاني المعرض الثاني اللي راح تجي به أروع من الأول. شكرا. استاذ عندي سؤال اخير، الفيديو هذا احتمال ينبث يا اما على الفيسبوك ويا اما على اليوتيوب، عندك مانع انه ينبث؟ لا ما عندك مانع. لا ما في. اشكرك جزيل الشكر استاذ، وانا جدا فرحان باللقاء وياك اليوم. تسلم. وان شاء الله بعدك ولقاءات اخرى. تسلم، شكرا جزيلا، الله يخليك. شكرا جزيلا. شكرا احبابي، تابعونا بفيديوهات قادمه ان شاء الله. تسلم.